بسم الله الرحمن الرحيم، على بركته نتوكل ونستعين. متابعينا مستمعينا الافاضل الكرام، احييكم وارحب بكم وبحضراتكم من جديد مع تواصل هذه التحديات وهذه الانطلاقات لينطلق شوطنا هذا، شوط ما قبل الختام، شوط الخامس عشر الخاص بالحول المحليات، أشواط الإنتاج لنتقدم مع هذه الأسماء، لنتقدم مع مقدمة هذا الشوط ولنتابع هذه الأسماء. تحديات الثمانية كيلو مترات يتقدم مع مقدمة الشوط ومع الصدارة. أول هذه الأسماء أتابع مقدمة الشوط، أتابع الانطلاق الأول، انطلاقة خميسة علي بن حمد بن علي العامري، يتقدم بالمركز الأول مع الخميسة. المركز الثاني سرابة سهيل بن قريع بن روس العامري، يتقدم على المركز الثاني مع سرابة. المركز الثالث أتابع انطلاقة وحضور دمعة هادف بخليفة بن سالم بن سهيل الخييلي. المركز الرابع هناك جبارة أحمد بن مبارك بن جمعة بن مغير الخييلي على المركز الرابع. المركز الخامس تقدمت الشايبة هادف بن حارب بن مغير الخييلي على المركز الخامس في هذه اللحظات. والمركز السادس انطلاقة وحضور بصيحة محمد بن فرج بن راشد بن عبيد المنصوري على المركز السادس في هذه اللحظات. المركز السابع الحذرة محمد بن عوض بن طويرش العفاري على المركز السابع. المركز الثامن أتابع انطلاقة وحضور فرحة سالم بن حمد بن سالم بن ثعلوب الدرعي على المركز الثامن. المركز التاسع شواهين سالم بن غالب بن سلطان المنصوري. والمركز العاشر سمحة سعيد بن مطر بن محمد الرميثي. هذه الأسماء يا من تتابع، هذه التحديات يا من تراقب للمراكز العشر الأولى، ليتحول من جديد إلى المركز الأول ليتابع ماذا يجري وماذا يطري وماذا يدور على أرضية هذا الميدان، على أرضية عاصمة الميادين ميدان الوثبة. ليتابع هذه الأسماء، لأتابع هذه الشعارات، مقدمة الشوط، صدارة الشوط. انطلقت الخميسة علي بن حمد بن علي العامري منذ البداية وحتى هذه اللحظات،
وهو يسيطر تمام السيطرة على المركز الأول بانطلاقة قوية وباندفاعات كبيرة. المركز الثاني أتابع القادمة الشايبة هدف من حارب بن مغير الخيلي على المركز الثاني. المركز الثالث مصيحة محمد بن فرج بن راشد بن عبيد المنصوري يلاحق الأسماء الحاضرة على المراكز الأولى. المركز الرابع انطلقت وحضرت جبارة أحمد بن مبارك بن جمعة بن مغير الخيلي على المركز الرابع. والمركز الخامس حضرت سرابة سهيل بن قريع بن روس العامري على المركز الخامس. المركز السادس دمعة هي القادمة هدف من خليفة بن سالم بن سهيل الخيلي على المركز الخامس. المركز السادس تقدمت الحذرة محمد بن حوض بن طويرش العفاري يتقدم بشعاره وينطلق في هذه اللحظات ويندفع على المركز السابع. المركز الثامن فرحة سالم بن حمد بن سالم بن ثعلوب الدرعي يتقدم بشعاره على المركز الثامن. المركز التاسع تقدم شعار غزوة سلطان بن حمد بن مطر بن حميرة الشامسي. والمركز العاشر شواهين سالم بن غالب بن سلطان المنصوري. هذه التحديات، هذه هي الانطلاقات. يا من تتابعنا ويا من تراقبنا المراكز العشر الأولى، نداؤنا الثاني انقضى وانتهى في هذا الشوط. نبدأ بنداء ثالث جديد لنرى فيه ماذا يجري وماذا يدور على أرضية الميدان. أتابع الصدارة، ما زالت القميصة على المركز الأول على مقدمة الشوط. يا سلام عليك يا العامري، يا من تقدم، يا من تقدم انطلاقة القميصة علي بن حمد بن علي العامري في انطلاقات الكبار بحضور الكبار على المركز الأول. ولكن المركز الثاني، المركز الثاني هناك القادمة والحاضرة وصلت الشايبة هادف بن حارب بن مغير الخيلي على المركز الثاني. المركز الثالث وصلت وتقدمت في هذه اللحظات بصيحة محمد بن فرج بن راشد بن عبيد المنصوري على المركز الثالث. المركز الرابع أتابع سرابة سهيل بن قريع بن روس العامري يتقدم بانطلاقة شعاري وبحضور سرابة وبانطلاقة سرابة. في هذه اللحظات تنطلق وتندفع بشعارها الجميل هناك على مستوى رابع التحديات. المركز الخامس، الخامس احضرت دمعة وهادف خليفة بن سالم بن سهيل الخيلي يتقدم بدمعة. والوصول والانطلاق من فرحة سالم بن حمد بن سالم بن ثعلوب الدرعي والقادمون والواصلون تقدم بن عميرة انطلق بغزوة سلطان بن حمد بن مطر بن عميرة الشامسي يتقدم بهذا الشعار. والقادمة الحذرة محمد بن عوض بن طويرش العفاري واصل بشعاره متقدم بشعاره. هناك بينما المركز التاسع وصلت جبارة أحمد بن مبارك بن جمعة بن مغير الخيلي. والمركز العاشر وصول شواهين سالم بن غالب بن سلطان المنصور. نداءنا للمراكز العشر الأولى، النداء الثالث انقضى انتهى، ما فيه أي تغيير على العشر. المراكز الأمامية منذ بداية الشوط حتى هذه اللحظات، لمن الفوز يا من تتابع، لمن الانتصار يا من تتابع. العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، العودة إلى الخميسة، إلى الخميسة اللي منذ البداية وهي تسيطر على مقدمة الشوط. تنطلق بشعار علي بن حمد بن علي العامري على المركز الأول بهذا التقدم وبهذا الانطلاق الكبير. المركز الثاني وصلت مصيحة، مصيحة تقدمت محمد بن فرج بن راشد بن عبيد المنصوري على المركز الثاني. المركز الثالث
انطلقت فرحة سالم بن حمد بن سالم بن ثعلوب الدرعي وشعار بالروس. بدأ يتقدم في هذه اللحظات، بدأ ينطلق في هذه اللحظات، بدأ يتسرب في هذه اللحظات مع سرابة وسهيل بن قريع بالروس العامري على المركز الرابع. المركز الخامس انطلقت وحضرت في هذه اللحظات بأول نداء لها تخترق صفوف تنطلق للمراكز الأمامية. انطلق بن حبتور وصلت مرمرة محمد بن صالح بن عبد الله بن حبتور العامري. يا سلام، مرحبا بهذا الانطلاق ومرحبا بوصول مرمرة وانطلاقة شعار بن حبتور والقادم العفاري. العفاري بدأ ينطلق وبدأ يتحرك محمد بن عوض بن طويرش العفاري وشعار بن غالب قادم وبكل قوة مع شواهين سالم بن غالب بن سلطان المنصوري والحضور من دمعة هادف بن خليفة بن سالم بن سهيل الخيلي. وصل شعار الرميثي ليتقدم مع سمحة سعيد بن مطر بن محمد الرميثي. انطلق بشعاره وسيل جارف من الأسماء، شعارات قوية قادمة كيلو ونصف الكيلو هي ما يتبقى يا من تتابع ويا من تراقب هذه التحديات. انطلقت وحضرت الأسماء هنا بكل قوة من أجل الفوز ومن أجل التحدي. والأخ ميسى منذ البداية، الأخ ميسى على الصدارة بانطلاقة كانطلاقات الكبار على المراكز الأولى هناك بهذا التحدي وبهذا المستوى الكبير. الأخ ميسى وعلي بن حمد بن علي العامري على المركز الثاني ينطلق بهذا الانطلاق، يتحرك بهذا التحرك. الكيلو متر الأخير، الكيلو متر الخطير يا راعي الخميسة يا العامري على المركز الأول. المركز الثاني وصلت مرمرة، مرمرة وصلت مرمرة وانطلقت ومحمد بن صالح بن عبد الله بن حبتور العامري وبروس بروس يتقدم بشعاره، ينطلق بشعاره. سرابة هي القادمة، سرابة هي الواصلة. انطلق سهيل بن قريع بروس العامري، ولكن القدوم والهجوم من شعار العفاري. العفاري تقدم في هذه اللحظات محمد بن عوض بن طويرش العفاري، ولكن وين وين الانطلاق الاول، وين التحدي الاول، وين انطلقت هناك مرمرة 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 بن حبتور وبروس بروس قادم. سهيل بن قريع بروس العامري يتقدم من الجانب الايمن، يقدم لنا سرابه. الله 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 على هذا التحدي، الله على هذا الانطلاق. جباره واحمد بن مبارك بن جمعه بن مغير الخيولي وشعر سلطان بن مضر بن عمير الشامسي، ولكن الخيولي الخيولي وبن عميره بن عميره والخيولي، ولكن روح روح انطلاقه الشوط التحدي الإثارة. الخيالي الخيالي جبارة جبارة على ما يبدو لي هناك دخول ما بين الأسماء، ما بين جبارة وما بين هناك شعار أحمد بن مبارك الجمعة بن غير الخير، وأيضا شعار سلطان بن حمد بن مطر بن عميرة الشامسي مع غزوة. والمركز الثالث والمركز الثالث والمركز الرابع والخامس عند لجنة الخط والتحكيم والتوقيت الزمني هناك 12 دقيقة و51 ثانية، 4 أجزاء من الثانية كان دخول جماعي هناك ما بين هناك وصول جبار أحمد بن مبارك بن جمعة بن بغير الخيلي، وأيضا شعار غزوة سلطان بن حمد بن مطر بن أميرة الشامسي لنحيل هذا التحكيم إلى لجنة الخط. والنهاية تالينا والناموس لجميع الفائزين.